دكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي معايا على الهواء. اهلا بيك يا دكتور. دكتور عبد الحميد، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب ودايما منورنا في وقت الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. كنت بعلق على كلام حضرتك اللي هو تعيين لجنه تدير اتحاد الكره مخالفه صريحه للائحه. طبعا القواعد الدوليه وخاصه النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكره القدم يحظر على الاتحادات الوطنيه ان هي تيجي على طريق التعيين او يكون في اي تدخل من اي سلطه خارجيه بتمثل طرف ثالث في اعمال الاتحاد. تمام. لان من خلال هذا الامر بيضمن استقلاليه هذا الاتحاد وبيؤكد دايما على مشروعيه وسلطه الجمعيه العموميه في ان هي اللي تحدد او هي اللي تدير شؤون هذا الاتحاد. فبالتالي لما ادير الحاله اللي فاتت هي مجموعه من الاراء حوالين يبقى في لجنه معينه. احنا عشان يحصل عمليه اداره للاتحاد في ظل مجلس اداره تم استقالته لازم ان احنا نرجع لحاجتين، او نرجع للائحه النظام الاساسي الخاص باتحاد كره القدم. تمام. لائحه النظام الاساسي باتحاد الكره بتقول اذا استقال مجلس الاداره فالمدير التنفيذي هو اللي بيتولى اداره شؤون الاتحاد لمده معينه، يدعو في خلال هذه المده الثلاث اشهر دي، تمام، يدعو الى جمعيه عموميه اجتماعها عشان يحصل عمليه انتخاب لمجلس اداره جديد يدير هذه يدير الاتحاد للمده المتبقيه. طيب اذا ما كانش في رغبه من قبل الجمعيه العموميه في ان هي تجيب مجلس اداره منتخب يدير الاتحاد لمده محدده اللي هي لغايه 2020 لحين اجراء انتخابات جديده. الجمعيه العموميه ايضا لها الحق في هذه الحاله ان هي تجتمع وتنعقد وتختار هي بنفسها بمحض ارادتها لجنه لاداره شؤون هذا الاتحاد. تمام. طيب النظام الاساسي للاتحاد الدولي بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا في الماده 17 الفقره 1 بتقول يجب ان تضمن كل الاتحادات الوطنيه الاعضاء في الاتحاد الدولي استقلاليتها في اتخاذ قراراتها بناء بعيدا عن اي طرف ثالث. وفي الفقره 4 بيقول سواء كان الاتحاد اللي هيجي ده او مجلس الاداره غير منتخب او معين الفيفا لن تعترف بقرارها. تمام. ده معناه يا كابتن عبد الحميد ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نرجع للجمعيه العموميه وهي التي تختار اعضاء اما بالانتخاب لمجلس اداره يستكمل المده او اعضاء للجنه يديروا شؤون الاتحاد للمده المتبقيه من عمر هذا المجلس الذي قدم استقالته اللي هي السنه المتبقيه. تمام تمام. فده كان التوضيح كفيلم توضيحه علشان الناس تقدر تفهم ان احنا في الاخر بتحكمنا قواعد وطنيه وقواعد دوليه. يجب ان يتم احترامها اعلاء بقيمه وسلطه الجمعيات العموميه للاتحادات المنتخبه. أكيد أكيد، كلام مهم جدا. لكن آخر سؤال قبل ما أقفل مع حضرتك يا دكتور، يعني الفيفا بالمؤسسة الكبيرة باسم الفيفا إزاي يعني تدخل في خطأ كبير زي كده؟ وإيه اللي يعني الدوافع اللي خلاها تاخد هذا القرار؟ شوف حضرتك، المنظمات الدولية ليها مكاتب بتراقب عمل الاتحادات الوطنية. إحنا اللي إحنا شفناه واللي إحنا تابعناه بالصور مفيش لجنة من الفيفا. ممكن ان يكون دول ممثلين لمكتب الفيفا يدور، لكن احنا لسه ما شفناش الفيفا داخل ازاي. ولكن في النهايه الفيفا قدامها جمعيه عموميه. هنا الجمعيه العموميه لازم هي بقى اللي تتكلم كيف تم هذا، كيف تم هذا الامر. لكن اللي بيحكم هذا الاطار واللي بتؤكد على الفيفا جمعيه عموميه. هناك جمعيه عموميه للاتحاد عليها بقى ان هي تناقش. يعني السؤال ده يا كابتن عبد الحميد سؤال جيد جدا، من المفترض ان يوصل للجمعيه العموميه، اي جمعيه عموميه لاتحاد الكره مما يحدث. واخد بال حضرتك؟ تمام. هم اصحاب الدفاع عن حقهم، ده حق الجمعيه العموميه، اللوائح لا تسمح بالتعيين بالظبط، والجمعيه العموميه فطرح عليهم ان يتخذوا هذا الاجراء باعتبارهم هم اصحاب السلطه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد، دايما بنستفيد من آرائك، وأكيد يعني حاجة جميلة جدا لما يكون عندنا خبير كبير جدا بحجم دكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي.